وللحديث أكثر حول هذه الاشتباكات ينضم إلينا عبر سكايب الخبير العسكري السيد عادل عبد الكافي. بداية السيد عادل، ما تعليقك على الاشتباكات التي حدثت اليوم في منطقة الهيئة النفطية؟ نعم، تحية طيبة لك كريم ولمشاهديكم الكرام، وكل عام وأنتم بخير، والأمة الإسلامية والأمة الليبية. هذا يأتي تكملة للمحاولة السابقة من قبل ميليشيات عملية الكرامة وقائدهم حتر بخصوص محاولة اقتحام المواني النفطية والسيطرة عليها، ويأتي هذا في إطار تكملة لما قاله القطراني في اجتماعات تونس، إنهم سيتجهون إلى الانفصال في حالة عدم الرضوخ لمطالبهم بأن يكون قائد ميليشيات الكرامة في المشهد، أو هو قائد القوة العسكرية على مستوى ليبيا. طبعا هذه المحاولات اعتمد فيها قائد ميليشيات الكرامة على دعم الانفصاليين أو ما يسمون أنفسهم الفيدراليين في المنطقة الشرقية، وهذا المشروع تم العمل عليه منذ فترة طويلة لإيجاد مصدر اقتصادي للمحاولة فصل الشرق الليبي. ولكن عموما هذه المحاولة أتصور لن تنجح، نظرا لو تحدثنا عن المقاومات العسكرية لقائد ميليشيات الكرامة، ليس لديه المقاومات العسكرية، وهنا المعنى العناصر التي ستقوم باستخدام الأسلحة التي يتم دعمهم بها من قبل بعض الدول الإقليمية التي تسعى لتحقيق سياساتها في ليبيا عبر هذه الشخصيات. نظرا أن نحن نتحدث عن اشتباكات دامت ما يقارب عن عامين ونصف في منطقة شرقية وتحديدا بنغازي ما بين ميليشيات الكرامة، فتصور من خلال خسرانهم لأكثر من 12 ألف قتيل تابعين لعملية الكرامة في مواجهاتهم مع ثوار بنغازي، أصبح لا يمتلك القدرات البشرية لاستمرار في فتح جبهات في عدة مواقع. ولكن نعم، هو يحاول جاهدا من خلال استخدام واستجلاب عناصر مرتزقة من العدل والمساواة وعناصر التدية لقتال في صفوفي، عبر دفع الأموال لهم واستخدامهم كمرتزقة للقتال في صفوفي. ولكن تظل حقيقة الإرادة الليبية هي فوق الكل، وهي التي ستنتصر لو وجد هنالك إرادة للاستقرار سواء سياسيا على الصعيد السياسي أو العسكري. نعم سيد عادل، دائما المدعو جدران يقول بأن قواته تتجاوز 20,000 مقاتل، ولكن ما حدث اليوم أن قوات ما يسمى بعملية الكرامة استطاعت السيطرة على بعض الحقول في مدة زمنية قصيرة جدا. ما تعليقك على هذا الذي حدث بالضبط؟ يعني تعليقي كالآتي أستاذي الكريم. جدران نحن نعلم أنه لا يمتلك هذه العناصر، هي مجرد أرقام على أوراق من أجل أن يستلم أموال لهذه الأعداد، لأنه حقيقة همه الأول هو الاستيلاء على الأموال، ورأينا ذلك عندما حاول أن يبيع النفط خارج إطار الشرعية من خلال ناقلة النفط مورنينج جلوري، وتم السيطرة عليها ورجعها إلى المواني الليبية. لكن نحن نتحدث الآن أنه أعلن تبعيته إلى المجلس الرئاسي الذي أصبح هو بصفة القائد الأعلى، وتصور أن هذا الأمر وضع خليفة حفتر في موقف صعب جدا، لأن هنالك التفاف على الاتفاق السياسي وبنود الاتفاق السياسي التي لم تنفذ داخل ليبيا، وأتى على أساسها المجلس الرئاسي، ومن أهمها وقف إطلاق النار على صعيد ليبيا وبنغازي تحديدا. أيضا المجلس الرئاسي لم نراه يتخذ موقف ضد خليفة حفتر بخصوص تنفيذ المادة الثامنة وهي إشغال المناصب العسكرية، أيضا قصف على درنة ولا بنغازي. فتصور تضارب البيانات التي تحدث الآن هي ليست بعيدة عن المشهد سابقا. نعم سيد عادل، لو اتجهنا إلى ما تفضلت به بخصوص المجلس الرئاسي، منذ قليل أعلن المجلس الرئاسي لوزير خارجيته أو داخليته عفوا أو وزير دفاعي عفوا المهدي البرغثي بأن يتم التصدي لقوات حفتر. في نظرك هل هذا الخطاب جديا ليتم التصدي أم عبارة عن أعلامية فقط؟ حقيقة الآن المجلس الرئاسي على المحك، نحن نتحدث الآن عن وحدة ليبيا أو الانقسام، فمن خلال الدعم الدولي وخاصة من الدول الستة الكبرى التي أصدرت بيان في السابق وحذرت بوضوح بخصوص المساس بالمواني النفطية، والتي تعتبر أهم
أهم العناصر لديها في ليبيا أو أهم الأشياء لديها في ليبيا وهي الحقول النفطية. لذلك أتصور نعم ربما سيكون هنالك دعم للمجلس الرئاسي بخصوص التصدي لميليشيات حفتر، وأعتبر هي القشة التي ستقصم ظهر البعير بخصوص خليفة حفتر. أما بخصوص المهدي البرغفي، حقيقة أشرنا سابقا إلى الاستعانة بالكتيبة 204 دبابات بدل أن تحمي مقر وزارة الدفاع في بنغازي لدعم حرس المنشآت النفطية وعمل خطوط دفاعية لمنع تقدم عناصر وميليشيات الكرامة، ولكن لم يتم الأخذ بهذه النصيحة. ولكن الآن أتصور أن هنالك اتفاقية ما بين غرفة عمليات الوسطى وحرس المنشآت النفطية بخصوص حماية الحقول النفطية في ظل المواجهة التي تقودها قوات الجيش والثوار ضد تنظيم الدولة في سرت. أتصور أن هنالك اتفاقية، أتصور أن المهدي البرغفي أصبح في مأزق الآن، لابد أن يتجه إلى سحب عناصره من 204 دبابات لدعم حرس المنشآت النفطية، لأن حقيقة نقول أخطر الصراعات هي صراع الحقول النفطية. نعم سيد المهدي، هنا سؤال، لو تمكن حفتر فعليا من السيطرة على الموانئ سواء بالقوى المساندة لهم من عدد المساواة وغيرها، في نظرك أنت كخبير عسكري، هل يستطيع حفتر البسط سيطرته تماما على هذه المنطقة، أم هناك سيكون كر وفر في هذه المنطقة؟ حقيقة أقولها بمنتهى الثقة ودائما ما أؤكد عليها، خليفة حفتر لم يعد يمتلك العناصر التي يستطيع أن يستمر بالقتال أو حتى السيطرة، وذلك موجود في يحدث في مدينة بنغازي الآن. هو يفتح عدة محاور اقتحام بنغازي للسيطرة عليها، ولكن لازال ثوار بنغازي صامدون ولذلك ويقومون بعمليات حقيقة عمليات عسكرية رائعة جدا بخصوص استدراج وعمل أكملة لعناصر الكرامة، ويترتب عليها إحداث خسائر في صفوف ارياتي، مما يترتب عليها انسحاب سريع أو بطيء ولكن غير منظم، فيترتب عليه حدوث خسائر في العتاد والعدد لميليشيات الكرامة. فأقول خليفة حفتر لم يعد يمتلك لا الدعم المعنوي، خاصة الآن في ظل انتشار عناصر أجنبية وقتالها، وهي عناصر قتالية وتقاتل في صفوف ميليشيات الكرامة، أصبح هنالك نوع من الإحباط المعنوي لدى عناصره الداعمة له، إنهم هم خائنون ويستجلبون الأجانب والخارج للقتال في صفوفهم. أيضا الدعم الإماراتي الذي يقدم له وبعض الدول الإقليمية وكان في وفرنسا، أتصور الآن اللعبة تغيرت قواعدها في المنطقة الشرقية. خليفة حفتر الآن وضع نفسه في مأزق، ليس لديه العناصر اللي يستطيع أن يسيطر، وهنا معنى السيطرة أن أدخل واقتحم وأسيطر وأبسط سيطرتي على هذا الموقع ويكون تابع لي، لم يعد لديه هذا الأمر، ولكن هي عناصر للمناوشات وافتعال الصراعات لا أكثر ولا أقل، ليقول أن أنا هنا في المشهد وأنا قائد وأنا لازلت متواجد ولدي القوى العسكرية، وهذا لتكملة السيناريو الذي قام به المدعو القطراني في تونس. ولكن حقيقة الأمر من الناحية العسكرية ليس لديه عناصر تستطيع أن تستمر في القتال وبسط السيطرة مهما جلب من مرتزقة للقتال في الصفوف، لأن نحن نعلم أن المرتزقة تقاتل من أجل المال، أي بمعنى ليس لديهم قضية ولا ليس لديهم عقيدة، ولكن أبناء ليبيا مهما يكون اختلفنا معهم فلديهم عقيدة، هذا تراب وطن وهذه أرزاقنا. نعم سيد عبد الكافي الخبير العسكري كنت معنا، شكرا جزيلا لك.